كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. مارتا انا علاش غندخل السجن انا؟ علاش انا روشيرتي؟ انا ما داير حتى حاجه. علاش تدخلني انا السجن؟ انا ما داير حتى شي حاجه. انا فكرت في الانتحار حيتاش ما بقى عندي حل. مرتاحتش انا في داك الزواج عادي. اي انسان مرتاحش في واحد الحاجه كي عطى الله البيبان محلولين الحمد لله. هي غيسهل عليا الله وانا غيسهل عليا الله. ما يمكنش واحد السيده نعذبها ولا نعذب راسي. صافي السيده ما تفاهمناش، خلص طلقنا، خلص ليها الواجبات ديالها، ما ضربتها، ما تعديت عليها، ما كرفستها، ما خليتهاش ما حتى حاجه، داك الشيء ديال الله. المهم طلقت بهذه السيده هذه بيني وبينها ولد. صافي تصدمت مع واحد الواقع واحد اخر من المجتمع ومن الناس اللي قرابين ليا. كلشي المهم كلشي كيهضر عليا وكلشي كيضحك عليا. المهم وقعوا لي ظروف خايبه ومشيت درت فايت. باش نختصر في الفيديو، درت فايت صافي. ما درت فايت علاش درت فايت؟ حيتاش صافي بحال مرت نفسيا، مرت نفسيا الواقع. حيت انا ديك السيده اللي تزوجت بها انا تعرفت عليها من طرف الشوافه. الوالده ديالي مشات عند الشوافه، انا ما عرفت واش ديك الشوافه سحرت ليا ولا دارت ليا شي حاجه الله اعلم. المهم انا خدمت الخدمه ما بقيتش كنبغيها نهائيا، وليت كنجلس غير في قهوه الشيشه، ما بقيتش كنخدم. انا باغي نخدم وباغي نوصل، ولكن ما بقاش. ملي تزوجت صافي ترسات ليا الحياه ديالي. المهم باختصار، المهم ضيعت حياتي عاوتاني في فاس. مشيت هربت لفاس مع الشيكان وداك الشيء، هربت لفاس، ضيعت انا شبابي على والو. ودوك والديا ما عمرهم حنوا فيا وما عمرهم سولوا فيا. ملي رجعت لاكادير عاوتاني صافي جيت وواجهت المشاكل. المهم وقعوا لي مشاكل، دخلت للسجن وخرجت من السجن من بعد 10 ايام فاش تنازلوا لي الناس ديال الشيكان حيت تعاطفوا معايا. واخا هما ما كانوش عارفين الظروف ديالي، هما كيسحب ليهم انا نصاب ولا انا ما مزيانش، ولكن الله اللي عالم بيا. انا ما كندير حتى شي حاجه خايبه، ولكن الظروف وقعوا ليا. في المجموع حيت كان عندي البنكة والناس بلا الشيكات، والشيكات المجموع 80 مليون. المهم ملي 2017 حيت المشاكل ديال الشيكات، دخلت للسجن وخرجت. الناس تعاطفوا معايا وعطوني التنازل، ولكن كنت فاجئ انا بديك السيده اللي طلقت بها. مشات دارت بيا الدعوه في المحكمه، عارفه باللي ما عندي حتى حاجه، ما عندي ريال. انا ولدي دات وما عرفتو حتى فين ساكن انا ولدي دابا. من 2011 لدابا انا ولدي ما عرفتوش فين كاين. ملي كنمشي عندهم للدوار فين كنت انا خديت ديك السيده، ما كنلقاش ولدي، ما عرفتوش فين كاين. ودات ولدي، انا ولدي ما عرفتوش فين كاين، ودابا بغات تدخلني انا للسجن. انا ما ضربت، اما درت لها حتى شي حاجه، انا ما عندي ما نعطيها. واش ضروري تدخلني للسجن انا باش تخسر لي انا الدوسي ديالي على والو؟ كون عندي الفلوس انا كون خلصت ليها. انا فاش كنقول لي هذا دوزي وليا غير ولدي غير نهضر معاه، تيقول لي حتى تخلص النفقه. مع العلم انا هذه السيده هذه خلصت ليها المتعه ديالها، وخلصت ليها الواجبات ديال السكن ديال 3 شهور اللي في القانون. راه الناس اللي كيعرفوا القانون راه غيسمعوني. وخلصت ليها سميتو الصداق ديالها، ودرنا واحد التنازل متبادل سنات فيه هي وانا في الاداره اللي كتبع للدوله المغربيه، سنات فيها وسنيت فيها انا. ولكن انا مع الثقه انا ما حطيتش ذاك التنازل في الاستئناف. كنتفاجئ باللي ان هي رفعت عليا الدعوه، حتى ديال داك الشيء اللي خلص ليها، داك الشيء اللي خلص ليها رفعت عليا الدعوه. هي شاده الفلوس ومشات كتقول المخزن راه داك السيد راه ما عطاني والو وانا عندي التنازل. ولكن دابا ما عرفتش كي غندير. كان كنتمنى من المغاربه يعاونوني، انا عندي التنازل. هذيك السيده دارت بيا الدعوه ديال داك الشيء اللي شدات الفلوس اللي شدات، مشات في المحكمه قالت لهم هاد السيد راه بحال ما عطيتها انا والو وعندي التنازل. انا دابا صافي وصلت فيا العظم. انا دابا ما خدام ما والو. فاش ما نمشي شي خدمه الناس كيحسبوني انا بحال نصاب ولا ما نعرف. انا ما بقى عندي سهرانه. انا حتى الاداره دابا ما نقدر نمشي للاداره، ما نقدر حتى نخدم. انا دابا روشيرشي عاوتاني بهذا الشيء ديال النفقه. انا هاد السيد ما عرفتش شنو بغات فيا. ما تلاقينا ما تفاهمناش، عطيت ليها الواجبات ديالها، اش بغات فيا مازال هاد السيده؟ انا الظروف ديالي ما ساعدتنيش نخلص ليها النفقه. واش ضروري تدخلني هي للسجن وتخسر ليا الدوسي؟ انا السجن ما كيهمنيش ندخل للسجن، ولكن علاش تخسر ليا انا غير الدوسي ديالي؟ انا ماشي نصاب، انا ماشي قتال، ماشي مجرم، ما ضربت حتى شي واحد، ما تعديت على حتى شي واحد، والله شهد عليا انا ما دير حتى شي حاجه. علاش هي غتعدى عليا؟ وانا ولدي كاع ما كنشوفه. ولدي كتعمرو فاش نهضر مع ولدي في التليفون حيت طلبتهم باش يعطيوني النمره، كيهضر معايا بالاساليب. لا ما يمكنليش تهضر، ما يمكنلكش تهضر مع باك بدوك الاساليب. ولدي في عمره 12 عام وكيهضر معايا بالاساليب لا علاقه. ما عرفت انا شنو غندير دابا. انا كنتمنى من الملك محمد السادس ومن المغاربه يشوفوا من حالي. انا اي هذا الشيء اللي تنقول عندي الدلائل وعندي الاوراق وعندي كل شيء، عندي كل شيء. انا عندي
انا علاش غنمشي للسجن؟ انا ماشي مجرم، انا ماشي قتال، ما ضربت حتى شي واحد، ما تهديت على حتى شي واحد. انا الظروف ما ساعدتنيش، انا حتى العائله تخلات عليا، ما عندي العائله، ما عندي حتى شي حاجه، كلشي تخلى عليا. انا كنتمنى هذا الفيديو يوصل كاع المغاربه وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس الله ينصرك الا ما خذ لي حقي انا في هذه البلاد. انا راه ضايع، ما عندي عائله، ما عندي حتى شي حاجه. كنتمنى هذه الرساله توصل. شكرا لله. انا فكرت في الانتحار حيت ما بقى عندي حل. واش انا غادي للسجن؟ انا ما قاتل، ما ديت فلوس ديال الدوله، حتى الا بغيت نخدم في الدوله راه ما قاريش. انا كنتمنى هذه الرساله ديالي توصل. ما عرفت انا فين غادي دابا، انا غير مجلي النهار كامل، ما فطرت، ما تغديت، ما تعشيت، ما حتى حاجه، حتى الماكله ما بغاتش تهبط ليا، ما عرفت شنو غندير دابا. هاد السيده كتمني انا باش نمشي للسجن، انا علاش غنمشي انا للسجن؟ اش غندير انا في السجن وانا ما قاتل، ما ضرب، ما حتى حاجه؟ انا ما داير حتى حاجه، علاش غيدخلوني للسجن؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.